هي حصلت مرة فعلا، كانت ليا مرة يعني أثرت أوقات بالسلب أوقات بالموجب برضه. يعني هي الواحد استفاد منها، استفادة مثلا إن هو مبقاش آمن على كل حاجة بكل حد، مبقاش آمن إن هو مثلا يدي الأمانة كلها لحد أو يدي الحب كله لحد ويرجع تاني يتخزل منه أو كده أو يسيبه خذلان. أيوة فعلا مريت بتجربة عاطفية قبل كده أثرت عليا بالإيجاب طبعا. ما ينفعش تجربة تأثر على الإنسان بالسلب، التجارب بتعلمنا صح، ما بترجعناش ورا بتطلعنا لقدام أيا كانت التجربة إيه، عاطفية أو غير عاطفية لازم تطلعنا لقدام. طبعا أي إنسان بيمر بتجارب عاطفية كتير، مثلا ممكن الحب مثلا يكون إنسان بيحب حد وافتقده فأكيد بيأثر عليه. معظمنا مر بمواقف عاطفية ممكن تكون أثرت علينا بالسلب، يعني ممكن لو أثرت علينا تخلينا ممكن ما نثقش في بعض الناس بعد كده، تخلينا مش عارفين ناخد قرار صح. ممكن تأثر بالإيجاب، يعني الواحد ممكن يركز مع نفسه إنه ينجح، لأن ما فيش حد ممكن يحبك غير لو أنت ناجح. لا شايف ان انا استفيد منها، يعني اختار البشر صح، اختار الناس صح، اختار ان انا مثلا احدد الشخصيه اللي قدامي هل هي يعني تحترم حب ليها او تحترم اللي هو ان انا امنها على حياتي وشخصيتي ودنيتي ولا لا. بنستفيد منها ان احنا نتدارك الاخطاء اللي احنا نقع فيها بعدين. لازم في المستقبل ان الانسان لا يتعلم الا اذا وقع في الشيء او اذا وقع في الامر.